مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا؟ نعم، أحسنتم، إنه حرف الخاء. أصدقائي، لنكتب معا حرف الخاء. نكتب حرف الخاء هكذا. أحسنتم. هيا لنكتب حرف الخاء مرة أخرى. رائع، لقد تعلمنا كيف نكتب حرف الخاء. أحسنتم، أنتم أذكياء حقا. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه خروف. كلمة خروف تبدأ بحرف الخاء. ما هي الكلمة التي بها حرف الخاء يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الخاء؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، خريف، خاء خريف، خاء خريف. ما هي الكلمة التي بها حرف الخاء يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الخاء؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، بطيخ، خاء بطيخ، خاء بطيخ. ساعدوني في إيجاد الفقاعة التي تحتوي على 6 أشياء فقط. هذه الفقاعة فيها 6 أسماك. عمل رائع بالفعل. اثنان زائد ثلاثة يساوي كم يا ترى؟ اثنان زائد ثلاثة يساوي، لنعد معا، 1 2 3 4 5. إذن 2 زائد 3 يساوي
5. هيا لنقرأ هذه الكلمة يا أصدقائي. با يا ضا ها. با يا ضا ها. بيضة بيضة. هل عرفتم ما هذه الكلمة يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها كلمة بيضة. أحسنتم. في الخشب أنا موجود، في الجرة أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ بني، نعم بني. أنا سيدرولا. ما هو الاختلاف بين الصورتين؟ هيا بسرعة يا أصدقائي قبل أن ينتهي الوقت. هل وجدتم الاختلاف بين الصورتين؟ نعم أحسنتم، هذا هو الاختلاف. بكم أصدقائي الأطفال، سنقوم اليوم بالذهاب في رحلة رائعة إلى الفضاء لنتعرف على كواكب مجموعتنا الشمسية معا. هيا لنبدأ الرحلة حالا. عليكم أن تستعدوا جيدا لأننا سننطلق الآن. 3، 2، 1. في المجموعة الشمسية، في المجموعة الشمسية، في المجموعة الشمسية 8 كواكب. في المجموعة الشمسية، في المجموعة الشمسية، في المجموعة الشمسية 8 كواكب. عطارد والزهرة، الأرض والمريخ، المشتري والزحل، أورانوس ونبتون. عطارد والزهرة، الأرض والمريخ، المشتري والزحل، أورانوس ونبتون. Letter C. C. Letter C. 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 Car. C. Car. Car. C. Pink, pink color. 5, number 5. هل تعرفون هذه الخضار؟ نعم خيار، إنه الخيار. لونه أخضر وجميل وطعمه رائع، وهذا هو شكله من الداخل. أنا سيدرولا. أهلا يا أصدقائي، أنا النجمة، لدي 5 أذرع. 1، 2، 3، 4، 5. لنتذكر معا بعض الأشياء التي تشبهني. النجوم،
نجم البحر، القلادة، البالون. ويمكنكم أيضا رسمي بسهولة هكذا. رائع، لقد رسمنا نجمة جميلة وسوف نلونها بلون جميل. أحسنتم، عمل رائع حقا. علينا أن نجمع كمية كافية من الطاقة حتى نحصل على الجوهرة. هل أنتم مستعدون لكي نحصل عليها؟ حسناً، هيا بنا. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. بنشاط بنشاط، هيا هيا يا شطار. أحسنتم، عداد الطاقة يرتفع بسرعة أكبر. أنتم أبطال أقوياء، لقد اقتربنا من الحصول على الجوهرة. أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأبطال الأبطال. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. نعم كلنا نحب أناشيد.